أكثر من صورة فيتوغرافية من منطقة التحيتة بزبيد نقلت حالة مأساوية عن المجاعة التي التهمت معظم المديرية، ولن يتوقف نهمها إلا بمعظم اليمنيين كما تقول المؤشرات. بقدر ما أثرت مخاوف كبيرة من مستقبل اليمنيين في ظل حكم الانقلاب، نالت الصور ردود أفعال واسعة على نطاق النشطاء والصحفيين والحقوقيين، حيث اعتبر الصحفي وديع عطاء الصورة لهذا الملاك الباسم هي من رحم الوجع في الجنوب التهامي، معقبا قروض الله تنهب مخصصات الإغاثة الخاصة بأطفال تهامة. الكاتبة فكرية شحرة علقت على هذه الصورة: لا أكاد أصدق أن هؤلاء الناس المتعبين من الحياة يعيشون في نفس الدولة مع أناس تفيض القمامة بزائد أكلهم، ربي لا ترحم من لا يرحم. أما الحقوقي معد الزكري والذي نزل إلى المنطقة مع فريق حملة أنقذ تهامة، وصف الوضع في المديرية أنه تعدى كل الخطوط الحمراء وأنه كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مضيفا: تخيلوا بأن مصدر المياه عندهم عبارة عن بئر قذر ممتلئ بالحشرات، درجة حرارته عالية جدا لا نستطيع شربه. تخيلوا بأن بيوت سكان هذه المديرية عبارة عن أغصان النخيل، لا يملكون فراشا ينامون عليه لدرجة بأنهم ينامون فوق الرمال الحارة وفي جو لا يستطيع الكائن البشري تحمله. كما أن الزكري ضمن تعليقه بالكثير من الحقائق المأساوية والصادمة من واقع منطقة التحيتة. وفي حديث صحفي قال محمد الأسعدي المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف في صنعاء، قال: إن سوء التغذية لدى الأطفال في المحافظات الغربية تعز والحديدة وحجة انخفض إلى نسبة أقل من 18% مطلع العام 2015، لكن زادت أوضاعهم سوءا في عهد الانقلاب وتجاوزت النسبة 31% منذ مارس 2015. وفي سياق متصل، سلط المثقف خالد رويشان الضوء على ظاهرة جديدة في أحد شوارع العاصمة صنعاء لامرأة مرتدية الزي الصنعاني أخرجتها سياسة الانقلاب إلى رصيف التسول. علق عليها رويشان قائلا: مقصرة التاريخ ثورة الجائعين. وتطلبون من الشعب أن يتبرع للبنك؟ تطلبون ولا تخجلون؟ بينما الشعب يموت جوعا وقهرا وظلاما، الملايين لا تجد حتى أجرة الحافلة. هل ترون أحوال الشعب البائسة؟ هل تحسون بعذابات اليمنيين يا غبار التاريخ؟ هذه الصورة كافية لأن تعودوا لبيوتكم بينما يقطر الندم والخجل من أردانكم وآذانكم.